السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا. طبعا اليوم بنروح بجولة بإذن الله في موقع بوابة النقوش العربية. هذا الموقع اللي يجمع أكثر من 150 نقش من شتى الدول العربية، وأيضا بأيدي باحثين ودكاترة مختصين في هذا المجال لتسهيل عملية البحث للمهتمين وأيضا الباحثين في أي مجال من المجالات اللي موجودة في هذا الموقع. طبعا هذه النقوش نقوش موجودة في الدول العربية، عمل عليها فرق واجتمعت كلها في موقع بوابة النقوش العربية. طبعا الكل يعرف أن نحن لغتنا العربية وخطنا العربي اللي نحن متعودين عليه، ولكن هنالك أيضا خطوط سابقة وخطوط ممكن ما نعرفها. أي أحد منكم يعرف يكتب اسمه في خط المسند؟ لا، ولكن بنشوفه إن شاء الله حاليا في بوابة النقوش العربية. نجي هنا نكتب مثلا بوابة النقوش العربية، هذا هو خط المسند. أي شخص يقدر يترجم فيه اسمه إلى خط المسند على بوابة النقوش العربية، ولكن الأهم والمهم اللي هي النقوش والنصوص اللي متواجدة عندنا حاليا في الموقع. نروح على النقش الثمودي، إذا تلاحظون يطلع لك قائمة بكل النقوش اللي متواجدة. نروح على هذا النص، في طبعا اسم الباحث واسم النقش ووصف النقش بشكل عام ومنطقة النقش وترجمة النقش. فكل المعلومات اللي أنت تحتاجها للعثور على ضالتك من المعلومات بتكون متواجدة في موقع بوابة النقوش العربية. نرجع نشوف نقوش أخرى، مثلا المسند، عندنا ثلاث نقوش في خط المسند. في هذا المكان طبعا وجود خط المسند في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدم من متحف الشارقة للآثار من الأستاذ عيسى يوسف. نقدر نشوف كل المعلومات اللي محتاجينها، اسم النقش، وصف عام للنقش، اسم الباحث ومكان النقش وتاريخ العثور على النقش، وأيضا طريقة تنفيذ النقش. ومثل ما قلنا بعد نقدر نعثر على كل البحوث المتعلقة في النص اللي نحن جالسين نبحث عنه. فنحن في هذا النقش نقدر نطلع البحوث المتعلقة فيه. في طبعا نقوش مميزة نقدر نروح عليها، خلينا نقول نفس هذا النقش، نختار واحد من النقوش اللي متواجدة، هذا النقش مثلا، نطلع نشوف مكان النقش. طبعا هذا النقش يوجد في المملكة الأردنية الهاشمية. حاليا بعطيكم مكان مميز في موقع بوابة النقوش العربية، وهذا المكان اللي هو الموقع أو المعرض الإلكتروني. هذا الموقع يقدم معرض افتراضي تستطيع من خلاله التنقل بين النقوش بطريقة جميلة، كأنك في معرض يحمل كل المعلومات وكل ما تحتاجه. طبعا احنا شرحنا المعلومات سابقا، ولكن نقدر نشوف ان نحن حاليا في موقع افتراضي يشرح لنا مكان النقوش او معلومات عن النقوش. لازم نشكر الشركاء على نجاح بوابة النقوش العربية. شكرا لكم جميعا على هذه الأعمال الرائعة وهذه المواقع التي تثري المجتمع العربي بنصوص عربية تاريخية نستند عليها في ماضينا، أيضا نستند عليها ببناء مستقبل أجمل وأفضل بإذن الله. شكرا جميعا على متابعة هذا الفيديو، ونتمنى أنه كان مفيد، ونتمنى من الجميع زيارة موقع بوابة النقوش العربية وأيضا العثور على كل ما هو مميز